وللحديث عن الاتفاق بين بغداد وأربيل في ظل أزمة الرواتب التي يمر بها كردستان العراق والضغوط السياسية المفروضة عليه، انضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد السلام برواري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا على بك. دكتور، كيف يمكن تقييم الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن مستحقات النفط وحصة كردستان من الموازنة في ظل الانتقادات الموجهة للإقليم من النواب في بغداد؟ يعني تحية لك، تحية للأخوات والأخوة المتابعين. في الحقيقة أنا تابعت تقريركم، وهذه يعني ردود فعل وتعليقات متوقعة من أناس ليسوا مطلعين على ما يجب أن يطلعوا عليه. مع الأسف الشديد نحن نعيش مرحلة شعوبية، يعني هذا النائب من الاتحاد الوطني كلامه وكأنه خارج السلطة في الوقت اللي نائب رئيس الوزراء ورئيس المفاوض هو من حزبه، وحزبه ايضا ممثل في المجلس الاعلى للطاقه، ولكن هذا هو هذا الزمان الذي نعيش فيه. من ناحيه ثانيه انا طلعت على تفاصيل الاتفاق. اتفاق اذا كان احد قد قرا الدستور وقرا قانون الموازنه سيعرف بان الاتفاق هو اقل ما يمكن ان تقوم به الحكومه من التزاماتها تجاه الاقليم. يعني صرف 320 مليون مليار دينار، ورد ذلك بوضوح، يقول استنادا الى قانون الموازنه وبعد حساب الواردات المتوقعه من بيع النفط وقطعها، وثم حسب الماده الدستوريه الصلاحيات المشتركه السيطره على المنافذ الحدوديه غير وارده. هناك كلام عن إدارة مشتركة، لأن الأقليم أيضا جزء من الدولة، والأقليم حقيقة بسلطاته الثلاث يمثل الدولة. هناك فرق بين الدولة وبين الحكومة الاتحادية، وهذا ما يغيب عن بال الكثيرين من المتحدثين. أنا برأيي الشخصي كشخص متابع لا أفرح كثيرا بأي اتفاق ولا أي اسم عندما لا يكون اتفاق، لأن السياسة في الشرق الأوسط معرضة في أي لحظة لأن تنقلب 180 درجة. الأقليم له مشكلة مع الحكومة الاتحادية في فهم موضوع إدارة النفط. هذا موضوع دستوري وقانوني، ولكن مسألة الصرف الحكومة الاتحادية على مواطنيها بغض النظر أين كانوا هذا واجب الدولة. لا يجوز الخلط بين الموضوعين الذي ادى الى هذه الازمه لما يسمى بالضائقه الماليه في الاقليم والضغوطات، هو قطع بغداد عن الميزانيه عن 5.7 مليون مواطن عراقي مواطنين مثل اي محافظه اخرى. هذا هو الموضوع الرئيسي. يعني ما تم في الاتفاق هو ان الحكومه تصرف ثلث مستحقات الاقليم حسب نسبه السكان. دكتور، ما مدى إمكانية حكومة الكاظمي لتجاوز هذه القضايا العالقة بين بغداد وأربيل؟ الحكومة كما نعرف نحن في أبجديات الديمقراطية التمثيلية أن أي حكومة لا تستند أو لا تسندها لنقول أغلبية برلمانية حكومة ضعيفة وقلقة ولا يمكن لها أن تقرر أي شيء. يعني حكومة الكاظمي حالها كحال حكومة عادل عبد المهدي، الرجل لا غبار عليه، الرجل باعتراف الجميع يعني على الأقل عنده مقبولية. ولكن أنا أتوقع القوى التي عجزت عن أن تشكل الحكومة وأتت به ستضطر أحيانا تحت ضغوط تعبيرية أو أحيانا لتمرير مصالح ذاتية بأن تعرقل خطواتها. لذلك الحكومة في طبيعي أن لا تكون لها قدرة أن تفرض سيطرتها لا على المسائل العالقه بين الاقليم وبغداد ولا على المسائل الامنيه، وحتى لا يمكنها ان تخطط للمستقبل البعيد، والكل يعرف انها حكومه هدفها الرئيسي هو الاعداد لانتخابات مقبله. لا احد يعلم سواء كان ممكن ان اجراء انتخابات في مثل هذه الظروف او لا. ايضا برأيكم هل يمكن التوصل لاتفاق مبدئي بين بغداد وأربيل حول المنافذ الحدودية بعيدا عن النفط والميزانية؟ طبعا بالتأكيد، يعني حكومة تقديم كردستان منذ اليوم الأول لم تنكر أن إدارة
المناصب الحدودية هي عملية مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ولم تنكر أيضا بأن واردات المناصب الحدودية هي واردات اتحادية. الموضوع إذا نظرنا إلى الدول الفيدرالية، الإقليم يمثل الدولة، يمكن الإقليم مثلا بتطوري أن يجمع هذه المبالغ والرقم يسلم إلى بغداد، بغداد عندما تسلم الإقليم حصتها تطرح هذا المبلغ منه، وحكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها منذ اليوم الأول لأن تقوم بذلك، ولكن العقلية المركزية تتصور أن السيطرة على المنازل يعني إرسال قوات عسكرية موظفين من بغداد والانفراد، وهذا لا، هذا لا، هذا لا ينسجم لا مع الدستور ولا مع طبيعة النظام الفيدرالي. ولكن هل هناك، السؤال ليس هذا، السؤال هو هل هناك نية في بغداد فعلا لأن نصل إلى هذه الخطوة؟ هل هناك رغبة في أن نجرب على الأقل ما يتم الاتفاق عليه؟ يعني إحنا اليوم مر يومان على الاتفاق، هناك الكلام بأن وزير المالية يستعد لكي يرفض تنفيذ ما اتفق عليه رئيس الوزراء، هذا هو حال العراق يعني. لذلك كل سؤال عن يمكن هل بمقدوره، لا يمكن لنا أن نجزم بمقدرته. شكرا جزيلا لكم أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.